مزولة عند البداية متدافئة شيئا ما سمح للاعبين التونسيين أحسن، لكن الآن بعد تسجيل هدف ديال التعادل رغم أنه لاعبي الكاميروني صبحوا منتشرين أحسن، هناك بعض الأخطاء على المستوى التمرير كما كتشاهدوا الآن. هما اللاعبين الكاميرونيين بداو كيسترجعوا القوة ديالهم بعد وقت في هذه المقابلة. هناك خطأ، نذكر بأن هذه المقابلة الأولى، المقابلة الثانية ستدور بين فريق بيرينيسيس وائتلافي رجاء والوداد. نتمنى أنه الائتلافي يحقق الفوز باش تكون هناك مقابلة نهائية بعد الدور يوم الأحد المقبل. نتمنى تكون مقابلة نهائية ضمن فريق المنتخب المتمثل في ائتلاف الرجاء والوداد، اكيد سيكون حضور جماهيري اكثر شانه انه يعطي قيمه لهذا الدوري. بطبيعه الحال المساهمه ديال الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه مساهمه متميزه لدعم وتشجيع الكره الوطنيه أشياء تحدث كما لاحظنا في بداية هذه المقابلة. بعد التأخير اللي دام تقريبا حوالي 45 دقيقة كما قلت لك بعض الغيابات، أسامة سلامي، فؤاد بوغولو، غيابات في صف الفريق التونسي. تم لف العمق لكن بسرعة استرجع اللاعبين الكاميرونيين من جديد الكرة عند اللاعبين التونسيين. تمريرة جميلة، هذه فرصة ممتازة لفائدة الفريق التونسي. خنشيل أحمد تمرار ولكن تدخل الدفاع. كاين هناك خطأ يقول الحكم، لكن في آخر لحظات تضيع الكرة من هشري وليد. الحكم تصبح هجوم مضاد ولكن بسرعه يرجع اللاعبين التونسيين. موكوكو فيليكس تضيع من الكره، تصبح هجوم لفائده اللاعبين الكاميرون، هجوم خطير لفائده الفريق الكاميروني. هذه فرصه وتدخل الدفاع حاكم وطلب بضربه جزاء. لاعبين الكاميرون يطالبوا الحكم بالاعلان عن ضربه الجزاء. الحكم اكيد غادي يوقف المقابله ما دام ان الحارس النفسي ساقط الان. لاحظوا خطا ثاني على مستوى الدفاع لكن لم يتم استغلاله هذه المره. الحال الحارس الان مازال ساقط، الحارس النفسي نشاهد الاعاده. نتاكدوا هل كانت هناك ضربة جزاء؟ بالفعل الكرة تقمت باليد وتغير الاتجاه ديالها. تقمت باليد ديال المدافع التونسي برغوبي العروسي. 28 دقيقة الآن على انطلاق المقابلة في شوطها الأول. دائما التعادل هدف واحد في كل شبكة. إن صورة واضحة فعلا الكرة تقمت باليد ديال المدافع برغوبي وتغير الاتجاه ديالها تماما.
متفق ديلان طلبها بإعلان عن ضربة جزاء. فريق كاميروني أربعة ديال المرات بطل إفريقيا على أي نادي فيك على كرة القدم الكاميرونية سنة 84 88 سنة 2000 و2002. منتخب الكاميرون يدخل كذلك سجل ديال الألعاب الأولمبية بفوزه بالميدالية الذهبية في دورة سيدني بأستراليا. كل يتذكر المقابلة النهائية لكأس القارات أمام المنتخب الفرنسي. المقابلة كانت تميزت بموت اللاعب فوي. من خلال المنتخب الكاميروني المرتبة الثانية يكون إنجازات مهمة في الكرة الكاميرونية. اعتبروا على العموم بأنه مستوى متوسط في هذه المقابلة في غياب السرعة المطلوبة في غياب الضغط. انذار سوف لاعبي الكاميرونيين ويندي بيرتران تحصل على اول انذار. رجعت كره الوراء عند عمري انيس. مضى الميم وضع من اللاعبين الكاميرونيين. تغيير اتجاه هذه الكرة بطريقة جميلة. جالوميا متميزة بالنسبة للأداء ديال اللاعبين الكاميرونيين خصوصا اللاعب جينجي ساجو. هناك تغطية جيدة على مستوى وسط الميدان بالنسبة للاعبين الكاميرونيين. طرف تماس يفيد جينجي إيساجو. عملية جميلة بالنسبة لفريق نادي الإفريق التونسي وتدخل الدفاع في آخر لحظة. استرجع الكرة ويندي بيرتران. بعض اللاعبين الكاميرونيين تيفسحوا المجال للاعبين التونسيين باش يرجعوا الأماكن ديالهم كما هو الشأن الآن. بعض العدد ديال اللاعبين اللي رجعوا الأماكن ديالهم ويتم إخراج الكرة. أعطى فرصة لأحد اللاعبين الكاميرونيين لتلقي الإسعافات. يحيى وسام يمكن مواصلة اللقاء. دائما هدف واحد في كل شبكة بين النادي الإفريقي و الكاميرون.